بنحل الاسئله المتعلقه بالسبنيتنج اللي اعطيناها المره الماضيه كهومورك. كان في عندي بهذا اللاب اربع اسئله، وحكينا شوفوا الثلاث اسئله الاولى حلوها. فالسؤال الاول بحكي لي سبنت ذا فولوينج سب نتورك تو فور سبنتس، بتجزئ الشبكه التاليه الى اربع اجزاء. الجزء الشبكه المطلوب تجزئتها اللي هي 172.16.16.0.23، بدنا نجزئها الى اربع اجزاء. اوكي طيب، المطلوب تجزئة هاي الشبكة الاثنين صح؟ اللي هي 172 أنا جبت اليوم البن. الـ172 دوت 16.16 على 23. بدي الاوكتيت الثالث كونه على 23، بدي اعمله باينري، يعني مش راح نقرب على الاوكتيت الاول ولا الاوكتيت الثاني، راح نغير يكون شغلنا على الاوكتيت الثالث اللي هو 16. بدي اعمله والرابع في داين اعمل راح اكتبه بس بدون ما يلزمني اعمله باينري. وانا بدي اسوي شوف ليش بدي اعمله باينري. اللي هو 0 0 0 0 عفوا 1 1 1 راح يكون 1 4 زيروز ايوه اللي احنا انا ب 16 راح يكون ايوه 1 0 0 0 0 هاي 16 باينري. هاي سكرنا الجوس والاوكتت الاخير اللي هي 0 0 4 8 زيروز راح يكونوا 8 زيروز. طيب هم على 23، يعني عندي 8 و8 و7، هذول كلهم اصلا نتورك، يعني هاي الخط الفاصل هذا الخط الفاصل هي هون ايوه تمام. هاي هيك هوست، هذا الجزء هوست وهذا الجزء نتورك نتورك. فالمطلوب تجزئه هاي الشبكه الى اربع شبكات، فكونه بدي اربع شبكات اذا راح احتاج نيو بيتس تو بيتس نيو تو بيتس ادينهم وسيروا على النتورك. هذول تو بيت للنتورك بيصبحوا حاليا للنتورك، فهذول بالتين الجداد، هذول بالتين جداد، هذول بالتين راح يصيروا للنتورك. فمره بيكونوا 0 0، مره بيكونوا 0 1، مره 1 0، مره 1 1. خلاص تمام. ف 0 0 هي يعني 0 0 بدي اكتبها مباشره شو بيطلع الحل. 172 دوت 16 دوت 0 اي عفوا مش زيرو، ما ننسى في 001 ها دوت 16 اللي هي سب ايوه دوت زيرو، هي هي سبنت زيرو بنسميها على طبعا 25 25. هاي اول نتورك. النتورك الثانيه 172 دوت 16 دوت، هاي بتكون 01، الزيرو هون بتضل هاي 16 وال1 بصير 128 16.128 على 25. طب ليش هلا
انا المشكله بس عندي قبل ال 128 هي 16، انا طلعت معي 17. لا ما بيطلع 17، حد بعده ما طلعنا 17. كان مره ثانيه بالتين هذول يا بكونوا 00 يا 01 يا 10 يا 11، خليها بال 00 طلع معي 16 0. اما يطلع معي 0 هون 0 ما ننسى هاي 0 هون 1 صح؟ الحاله الثانيه. فلما تكون 0 هون يعني بتضل 16. هي بعد زيرو ما غيرنا هي بتضل زيرو فرح تضل 16. خلص تمام. اما هي صارت 1 170 128، اللي وراها 172 دوت 16 دوت 1 هون وزيرو هون. ال 1 بتخلي هي 17 دوت 0 ايوه على 25، والاخيره 172 دوت 16 دوت 11 17 دوت 128 على 25. هاي الاربع شبكات اللي بينتجوا من حل السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، مهندس أنا هيك كل الشبكة أخذت تقريبا 128 يوزر. كل شبكة أخذت 128 اي بي ب 126 هوست. طيب بحكي لي السؤال الثاني، does the IP address اللي هو 195.187.170.143 على 28 is a valid for host is يعني usable؟ yes. هل هذا الـ IP usable؟ إذا yes أو إذا yes نحكي why وإذا no نحكي why. فبالله ينقلون الرقم نروح لهناك. من الـ IP address يكون 100 كم؟ حضيره ولا نسيناه؟ لا 195 195 187 187 370 143 170 173 اي 7 دوت 1 4 3 على 28 يعني بدنا كلهم على ايوه الخط هون بيجيب النص. فخلينا نحول 148 لباينري، ال 100 وبدي هي دوت مباشره، بديش هذول بينزلوا زي ما هم طبعا مش راح نشتغل عليهم. 143 عباره عن 128 و15. 100 يعني خلي هي 128 و15 سهله. 15 اخر شيء 4 ونات. 1 2 3 4 4 ونات. وهي الخط هيو. هل هو هذا زت يوزابل؟ اذا كله ones no يوزابل no. ليش why ones محجوز برودكاست لان all ones برودكاست address. المهندسة هي غيرت رأيها. ايوه لا تعرف ليش كنت حاسبه غلط، كنت حاسبه اخر 4 بت كانت 1101 معي. ديروا بالكم. فاذا نوت يوزر لانه برودكاست ادرس. السؤال اللي وراه بحكي لي does بي سي 1 اللي له هذا الاي بي and BC2 اللي له هذا الـ IP exist
in the same network هذول الاي بيتين بنفس الشبكه ولا لا؟ نشوف طلعتون الاي بيات 172 واحد سبعة اثنين دوت 19 دوت 23 23 178 واحد سبعة ثمانية على 22 ولا 23 23 خلينا نشوف رينج تبع هذا النتورك الاي بي. طبعا نحط الاي بي الثاني اند بالله اي بي الثاني 172 20 على 10 24 دوت 10 اخر شيء نفسه بس 24 على 10 172 على 19 دوت 19 دوت 24 دوت 10 على 23 نشوف هذا كونه 23 بدي اغير هاي اغيرها الى باينري هاي تنزل زي ما هي 172 هاي 123 باينري يعني 172 اخر بايتين لا في زي اخر بايتين يعني نشوف ما بدي اصفرها بدي اشوف رينج النتورك هاي راح نصفر به الخط راح يكون هون بدي 7 بالتات من هون اللي 23 عبارة عن 16 و7 0 0 0 1 0 1 دوت 178 187 وين الخط 23 هاي الخط فهاي الهوست وبالتالي اول اي بي لما يكون كله زيروز واخر اي بي لما يكون كله ونز يعني الرينج من زيرو 172 دوت 19 دوت شلنا واحد من 23 تعطيني 22 دوت 0 احنا بنصفر هاي صفرنا 172 وصفرنا الواحد بنصفر واحد بدل 23 بصير 22 16 و 6 اوكي الرينج 2 عيدها البداية صفر والله صفر لي هاي صفر لي هاي صفر لي هاي 178 طارت صارت زيرو اما الاوكتيت الثالث طار منه 1 هاي صار الصفر اي 178 23 فصلناها لباينري مضبوط هم 18 و 1 2 و 4 ايوه تمام هلا بدك تصفر انت ما فهمت مهندس كيف طلعت 22 انا هاي توهت فيها مضبوط بس اتفقنا 23 هون الخط تمام لما نصفر 23 شو بصفر الواحد راح يصير زيرو راح يصير زيرو كم بصير القيمة هون زيرو 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 إن شاء الله نحسب من أول جديد يا جماعة طار واحد طيرنا واحد طيرنا واحد بدنا هندسة جماعة يعني إحنا بدنا حس هندسة يكون شغل معنا طيرنا واحد من 23 مزبوط كنا مكتوب 8 أول شيء اللي هو 172 بعدين 8 تعمل 19 بعدين عندك اللي هم شو اسمه 1 2 هم 3 صفار 4 5 6 7 صفي 7 مظبوط يعني بصفي 16 6 22 هيك احنا حكينا اتفقنا ان الخط هون متفقين ان الخط هون 100% ليش تم 23 تجاوزنا النقطه صح
حد عنده مش عارف ليش الخط هون اجى؟ لا انا هاي فهمتها، انت هون صفات بعد 23 فصف، لما صفات الواحد هذا صار صفات 22 بالضبط. بس هذا الخط هون شو بدنا نصفر ما بعد الخط تص، هاي بصير صفر. لما يصير صفر شو بصير هاي القيمة؟ 22 100% دوت زيرو. وحط من وين البداية؟ الشبكة. نعم البداية الشبكة. النهاية 172 دوت 19 دوت all ones، وهاي 1 والوراها 1 هاي 1 مع الأوكتت الثالث شو رجع 23. الأوكتت الرابع كله 1 255. صح؟ رينج النتورك 22.0 إلى 23.255. صف البداية صفر ما بعد الخط، ونهاية الشبكة فلل ما بعد الخط. صفرنا فللنا. يعني اللي أخذناه من البي من الاي بي الأول راح الاي بي الثاني؟ لا أنا حكيت هذا الاي بي يعيش يسكن exist. الاي بي اللي عملته باينري في الشبكة التالية التي تبدأ ب وتنتهي ب، تبدأ بهذا الرقم 172.19.22.0 وتنتهي بالall ones 172.19.23.255. all zeros all ones، بداية all zeros نهاية all ones. يعني أنت محددين بالسؤال إنها بداية ونهاية مو؟ أنا حكيت رينج الاي بي، هذا الاي بي ضمن الشبكة رينجها. كيف نطلع رينج الشبكة؟ ما هو ببلش بصفر وبنتهي ب 255. لا بنتهي بأول وانز، بنتهيش 255. اه يعني هاي 200 يعني أول وانز هذا ما عمش، هذا الوان مش مع 255، هذا الوان مع هذا الرقم. اه خلص تمام مضحك. ما غيرنا القانون اللي عندنا بجوز 6-7 مرات. صفر فلل، صفر الاتش بارت فلل الاتش بارت، صفره او فلل، فلل ونات يعني. انا بقول لك الفكره صارت انه التصفير عندنا او انك تعبي وحداتي بعد الدوت هاي الاخير اللي هو 255. لا احنا بنعبي بعد الخط. صفت نقلت على ال 22 صار 23.55 مضبوط هيك النتورك، لانه حطينا الرينج تبعها لما صفرنا بعد الخط صارت 22.0 طبعا اكيد 0. بعدين لما عبيناها فللناها وحدات صارت اللي بعد الدوت 255، ولما تعبيها وحدات بدل 2 بصير 3 لانه اصلا صارت عدنا. ممتاز. غيرنا شيء بالقوانين اللي تعلمناها بدايه النهايه؟ نفس القانون بلش وصفر بعديها، حط الخط واشتغل شغلك المطلوب منك. واضح؟ حد عنده أي سؤال؟ الكل تمام يا جماعة؟ يعني في أي سؤال؟ أنا بالنسبة لي تمام، بس ما بعرف أزيد شو وضعي يا هو. أنا تمام واضحة مهندس، بس الفكرة بس إنه ليش اعتبرنا الـ IP الأول بداية الشبكة والثاني نهاية الشبكة؟ هلا هو بسأل السؤال إنه بينك لما إحنا بنعمل بعد ما خلص الإجابة. أنا ما خلص الإجابة، أنا بعد ما خلص الجواب، بس أنا أول خطوة وجدت بداية ونهاية الشبكة. متفقين على الخطوة اللي عملناها؟ تمام. طيب ممتاز، ما أنا ما خلص الحل. طيب كونه هذا الاي بي يعني يسكن ضمن النتورك تبدا ب 22.0 وتنتهي ب 23.255، بدي اشوف الرقم الثاني الاي بي الثاني ضمن الرينج ولا برا الرينج. الرقم الثاني بيحكي اي بي 272.19.24.10. الرقم الثاني هاي اي الاي بي اكيد برا الرينج صح؟ 24 اه لانه بيشتغل على 24. ايوه مش 23 ولا 22، صار 24. برا 24 برا رينج النتورك، برا رينج الاي بي الاول.
اذا مش بتسين نتورك. كيف لما اجي احكي اي بي ادرس 192.168.1.5 على 24، هذا 1.5 على 24 شبكته تبدا ب 1.0 وتنتهي ب 1.255 صح، وبالتالي ال 2.10 مش للرينج برا النتورك. نفس الشيء كون الرقم الثاني برا الرينج لان شبكه ثانيه، القاعده واحده. خلص تمام. واضح يا جماعه؟ اي سؤال على هذا السؤال؟ اروح ل السؤال الاخير اللي بجوز ما اشتغلته عليه، بعرف شو اشتغلته عليه، هو ما كان مطلوب يعني، كنا بدناش تاخذوا الاساسيات بالاول ثلاث اسئله. سؤال تطبيقي بيحكي لي البي سي 1 بده يبنق على بي سي 2، هل راح يجاوب البنج ولا لا؟ هل يجاوب البنك او لا؟ ما بيجاوب لانه البي سي الاول الجيت واي تبعته بتختلف بالنتورك. انت جبت جول قبل ما يبلش الحكم. فكرت انك تسال. لا ممتاز، صح صح. كنت تسال والله رحت جاوبت على طول. لا معك مدام الحكم صفر مالك. 100% جواب جواب سليم. شوفوا لو جينا خلينا نبلش من الاسهل، من يعني هو عشان الجهاز اول بنقل الجهاز الثاني. طبعا الكوابل مشبوكه اب والراوتر مكونفج بالهاي الاي بيات والسويتش الاول والسويتش الثاني وضعه تمام، يعني ما فيش مشكله بالكونفجريشن راوتر 1 ولا بالكوابل بين بي سي 1 وبي سي 2. فهون ركزنا بالجيت البي سي اللي على الشمال اي بي تو كالتالي 192.168.268 دوت اي ثينك الخط صغير دوت دوت 38 اشتغل البي دي اف اوكي اجيب الاي بي اللي هو دوت 10 دوت 10 192.168.10 والسبنت ماسك 255.255.255.0 الجيت واي 192.168.10.1 في الاي بي في الجهاز او ماخذ اي بي والجيت واي بنفس الرينج، وفعلا الجيت واي قيمتها 10.1. فوضع الكونفجريشن للبي سي 1 سليم. البي سي اليمين اللي هو بي سي 2 اي ثينك بي سي اللي على الشمال 1 اي بي تو 192.16.7.250 الجيت واي 255.255 عفوا سبنت ماسك 255.255.252.0 والجيت واي 172.16.8.100. فوالله انا شاك، بدي خليني اتاكد زي ما تاكدت لهذا البي سي انه هو والجيت واي بنفس النتورك، خليني اتاكد رينج ورينج الجيت واي انه بنفس النتورك. راح اشوف برضو هذول الاي بي تي مره ثانيه، هذا البي سي والجيت واي تاعته انهم نفس النتورك او لا. الاي بي ادرس للجيت واي للجهاز 172، اذا بتنقلوني 172.16 هذا اي بي الجهاز 172.16.7.250.7.250 على 22. اخ 200 على 22 يعني عندي اخر 8 بت او 8 و8 وهون 6 بت سبع نتورك، فبدي اشتغل على 7 اشوف هذا الاي بي شو رينجو دوت 16 تنزل قبل دوت 7 عباره عن باينري 0 0 0 0 0
1111 هاي 7 دوت 250 فهي عندي 22 بدي 88 من هون 6 بتات 1 2 3 4 5 6 هاي الخط هون 22 اخر بتين من الاوكتيت الثالث هوست اخر بتين هوست فبنصفر هذا البارت بنصفره وبنفلله زي ما عملنا بالمحل الاول بيطلع رينج الاي بي بيطلع معي هذا الاي بي الرينج عشان اجي اشوف الجيت واي معاه بنفس الشبكه ولا برا الشبكه 172 دوت 16 دوت صفر هذول بيطلع عندي شلنا ثلاث من السبعه يعني بيطلع عندي 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 يعني 4 والوقت الاخير 0 هذا الرينج وينتهي ب 172 دوت 16 دوت 1 هذول 1 واللي وراه 1 نات المفروض 6 7 7 بيرجعوا زي ما هم بيرجعوا 3 1 نات اخر شيء اول 1 255 الجيت واي شو اي بي تو الجيت واي بي تو 172 16 الجيت واي 172 16 دوت 8 دوت 10 100 8 دوت 100 8 دوت 100 اذا هذا الاي بي مش بهذا الرينج صح فمش راح يجاوب البنج لانه البي سي اللي على الشمال مع الجيت واي بديفرنت نتوركس البي سي مع gateway بديفرنت نتوركس فهي بالصحة اي بي البي سي بالصحة اي بي الجيتواي عند البي سي وعلى الراوتر يا بغير اي بي البي سي حيث يكون من رينج الجيتواي يا بخلي اي بي الراوتر يعني قيمة الجيتواي مختلفة فبكنفج الراوتر بقيمة سليمة وبكنفج الاي بي سي بالجيتواي السليم فهذا الحل اوكي اي سؤال مهندس هذا السؤال لما انت تعمل ان عدل الاي بي تبع البي سي يصير نفس رينج تبع الاي بي الراوتر اللي هو الجيت واي بيضبط البنك ايوه بيضبط لما غير اصحح الوضعيه الخطا بحلل يا من جهة البي سي اي بي البي سي بحطه ضمن رينج الراوتر ضمن رينج انترفيس الراوتر او بغير قيمة الجيت عند البي سي وبغيرها عند الراوتر مثلا هاي زيك انا نتوركو اصلا في عنده تيبل اي بي تيبل او اللي هو الراوتر راوتنج تيبل الراوتر عنده راوتنج تيبل يس مهندس هلا الحل الثاني اني اغير الانترفيس تاع الراوتر ليصير برينج البي سي صح؟ اذا يس وبغير قيمه الجيت واي السليم عند البي سي والراوتر ماخذ 8.100 وانا معرف هاي 8.100 عند البي سي فبغيرها بمكانين على الراوتر وعند البي سي اوكي طب هلا مهندس عشان اقارن هلا هو حطيته بسؤال بينج كيف رم سي 1 لسي 2 اللي هم التو بي تي صح بينج فروم بي سي 1 تو بي سي 2 هي ما خطا بجزء هنا مقصود بي سي 1 الى بي سي 2 مش ما في مشكله بس هلا هي الفكره انه لما انا ابي اقارن بقارن الجيت واي مع بي سي الجهاز ولا بقارن الانترفيس تاع الراوتر مع بعض وخلاص لا انا بقارن عندي نقاط احنا شروط انه البي سي يكون والجيت واي تاعته نفس الرينج من الشمال ومن اليمين تمام زائد اتاكد انه ايديات الراوترات مختلفين شبكات من شبكتين مختلفات 100% دائما الانترفيس لازم تكون مختلفه بالضبط هاي نقطه هاي نقطه نقطه اخرى البي سي شمال والانترفيس الراوتر الشمال نفس الرينج البي سي اليمين والانترفيس الراوتر اليمين نفس الرينج
يعني هذول هذا البي سي، هاي البي سي مع الجيت واي بيكون بنفس النتورك. يس. وهاي الانترفيس مع البي سي نفس النتورك. اوكي تمام بالضبط. هاي نقطة، وهاي الانترفيس مع هاي الانترفيس ديفرنت نتورك. هذا هيك الوضع. تمام هيك؟ 100% ان شاء الله.